اسمها ميشن نيتشر. ميشن نيتشر انا ومارك بنفرجيكم الاردن مثل ما حدا صور قبل، مثل ما بتعرفوها او شفتوها. اكيد رح ناكل، رح نكتشف، رح نبرم، مش بس بعمان بس بالمنطقه كلها سوا. بدنا نفرج الاردن من منظار طبيعي. الحلو هون انك كانه النباتات بيعرفوا اوقات انه في اثارات رومانيه. ما بحس انه لازم روح على بلد ما اجي اشوف شو هن السبايسز تبعهم. كل العالم بتوع المحلات السياحيه العاديه، بس احنا حابين نفوت على قلب شريين تبع الحضاره. مش معقول المنظر هون، اذا متطلع مثل كانه شقفه من فيلم، شقفه من اويسس. يوم بترا بس على الطريق اكيد في اكتشافات حلوه. من بعد نهار كتير طويل فيني اخبركم انه في رمل وملح بشعراتي قد ما في يمكن بكل المنطقه. اخبر ولادي عن سفره من العمر. ريشه رائعه، بيرفكت ستارت من الوعي من 5:30. السما اللي بتعقد، الطقس الكتير حلو، الاجواء الرائعه، الالوان والغيوم التوب نوتش، الترويقه اكس لبنه بندوره وشويه زعتر. ميشن نيتشر داي 4 بتبلش هلا. مارك هلو هلو، نمت منيح؟ بعقد. انت بتحب الويتلاندز قد ما انا بحب الزعجاج. 100%. فهن من اهم ايكو سيستمز بالعالم، 40% من كل النباتات بالعالم موجودين بالويتلاندز. التنوع البيولوجي اللي فيهم خيالي. 40% من مناطق المزروعه بويتلاندز مثل الرز وهيك هن بيعطوا الاكل للبشريه. هول اذا اختفوا وجودنا بيختفي، هالقد مهمين. وهيدا المطرح نحن فيه هلا بخبرونا عنه. نحن بمحميه الازرق صار في شغله كتير كمان، يعني اذا بدك هي كلاسيه مثل ديزاستر اذا بدنا، لانه وقتها عملوا عمان وكبرت المدينه اضطروا ياخذوا كتير مي من هون لدرجه مش انها تشوف كيف بتصير الخبريه. اخذ هذا المستنقع 250 الف سنه ليتكون. من 1960 انجا 20 سنه اختفى تقريبا، بطل فيها مي، بطل فيه ولا نبع موجود هون طبيعي. هلا كل شيء عم تشوفه مشكورين بالاردن، هن عم بيرجعوا يردوا المي عليه، بس بيردوا 10 مليون متر مكعب من المي، هو كافي بس ليبقى 10% من شو كان من قبل. جايين نضوي على نباتات وعلى سمك وعلى اذا بدنا نقول حيوانات موجوده بس بالاردن، نتعرف على جمال الاردن من خلال هالشيء. اليوم انتو بمحمية الأزرق المائية. هاي المحمية طبعا هي أول محمية تنضم لاتفاقية مميزة اللي هي اتفاقية رامسار، اللي تعنى بنوع بيئي محدد اللي هو الأراضي الرطبي. الموقع الآن مساحته كان 12 كيلومتر مربع، الآن توسع لصار 74 كيلومتر مربع. الآن المحمية كمان حظيت بإعلان دولي جديد اللي هو دخولها ضمن القائمة الخضراء التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة كأفضل الممارسات الإدارية على مستوى العالم. تخيل بهذا المطرح بملايين السنين قد قطع عصافير، لأنه العصافير ما بتقطع فوق الماء، سو بدهم مطارح مثل هيدا ليرتاحوا. طيب فيحيي هون، هيدي كمان ايكو سيستم تبع الويتلاند دائما فيها نباتات. هيدا النبتة اللي ورانا اسمها نيترازيا، هيدا الشيء نحن بنسميها سبيس بيونير، يعني هي كثير مهمة لكل الايكو سيستم اللي هون. ليه؟ لأنه هيدا النبتة بتتحمل كثير ملوحة
ونفس الوقت ولا شوية ملوحة. فمطرح معين بتعيش مع التمارسك، مطرح معين فيها تعيش مع المي. لو ما هي موجودة كان كتير من الرمل بروح، هي بتساعد أن الرمل يبقى وين ما كان، ومن دونها هذا الإيكو سيستم معرض للخطر. تعطي فواكه بيتاكل اسمها الغركض. من هيدي النبتة كمان بتعمل فورماسيون اسمها نبخس، يلي هي مثل كأنها بتخلي دايما، مثل كأنها مخدة بتخلي الرمل يثبت دايما مطرحه. حلو كتير، حلو كتير كتير كتير، حلو unexpected. ضروري الكل يجي يتعرف عليها، ضروري الكل يجي يعيش مع الطبيعة ويفهم أهميتها ومحافظ عليها. نحن هون عم نطلع على عجيبة من الطبيعة، لأنه هيدي السمكة الصغيرة تقريباً انقرضت لحد ما علماء شافوا بيت بعد المطرح معين. لو ما شافوهن هول البيت كانوا الوحيدين بعد الباقيين، لأنه كل السمك الباقي مات. أهلا وسهلا فيك بمؤسسة نهر الأردن. مؤسسة نهر الأردن هي مؤسسة بتحافظ على تمكين الأسرة والمرأة وحماية الطفل. طبعاً مؤسسة إلها social enterprises، منها الحرف اليدوية اللي أنت هلأ موجود فيه حالياً. واحد من مشاريع مؤسسة نهر الأردن social enterprises هو مطبخ الكرمة. يعني فينا نقول طاولة الأرض، طاولة البلد، طاولة الهيريتج، طاولة التراديشنز. قطع قطع عن جد. واو، كنيسة أرثوذكس قديمة كتير وفيها على الأرض واحدة من أكبر وأقدم فينا نقول الخرائط العالم، يلي بعد في منها كم شقفة وفيها الأردن بالنص. صرنا بجبل نيبو، يلي نحن هون جايين نشوف مناظر بتعقد، وجايين لأنه عنا مسج بهيد الأرض. موسى نوعد الأرض البروميز، نحن جايين نشوف هالأرض نحن حفظنا عليها أو لا. خاصة جايين لهون لنشوف هيدي الفسيفساء وعلاقتها. أنا بقول فيك هاي الفسيفساء in very good condition. أول إشي لأنه بتحكي عن processing life، أول إشي إنه تطور الحياة من الراعي كان يستخدم الأرو، بعدين يستخدم الشيل، بعدين هي domesticated dog and horses، بعدين اللاين الأخير قبل ما يصير peace بكون قاعد he's washing his herd grazing. Last one black skin guy white skin guy talking about liberty. غير هيك وهيك كمان إنه while you are travel you bring your influence with you. لأنه أوستريت كان موجود عندنا، زيبرا ما كان موجود، بس while traveling you bring your influence with you. تخيلوا من هذا المطرح إذا كانت الشمس صافية أكيد منشوف البحر الميت بوجنا، هيك شوي بيت لحم، من هون منشوف أورشليم، إذا رحنا هيك منشوف رملة أريحة، بالآخر هيك بحيرة تبريا. باتجاهنا على البحر الميت أكيد لازم نوقف على المغطس. مارك شو في هون بنحكى فيه biodiversity nature وفرق؟ هلا نحن هون كتير قريبين من الداتسي، عشان هيك بتشوف في كتير من النباتات اللي هن بتتحمل الملوحة، مثل التمارس كعم نشوفهم كتير والعكاسيا، وبهاليومين رح نتعرف عليهم كتير عن قريب. تحمسوا الشباب وصار وقت ننزل نفوش على المي. مارك اذا انا عندي صحن تبولي وجايبه معي وبدل ما اروح احط له ملح باخذ كبايه من هذا البحر الميت وبحطها بصحن التبولي بتطلع طيبه. حتى دوق دوق ايش مره مان، مش مالحه مره لدرجه كريهه عن جد. ندوق ايش
ريم النصار. You're not naked, you're topless. ما بنعرف. ما بنعرف. كتير 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 قاسية، مزعجة، مرة على مالحة بتحرق لسان. 100%. شو بصير؟ ليش؟ أوه كتير مرة كتير مرة. سو ليش؟ لأنه جسمك منه معود يدوق هيك شغلة ما بيعرفها. سو لما تدوق ملح أنت على جسمك يعني 10 مرات زيادة الملح العادي، إذا بدك السنس تبع الجو تبعك بيكونوا ضايعين. سو ما بيعرف يبعث لدماغك أنه هيدا ملح، بتطلع مرة. نحن بأوطى مطرح على الأرض 438 متر تحت البحر. ليه بتغير؟ كل سنة تقريباً عن بيوتا متر، هيدا مشكل عندنا إياه كتير كبير. هو أكتر مطرح مالح بالعالم، مشان هيك اسمه البحر الميت. يعني فينا نقول أنه اليوم من هون واحد ما في يقول وين نزل على بيروت، طالع على الجبل، إنه من هون مجبور تطلع 100%. يعني بس هذا شيء حلو. أكيد. أنت بأوطى مطرح شو ما حيصير رح تعلم. هي بس تقوله أنه يمكن عم تقوله طب تطلعوا فينا وركزوا، بس تخبركم أنه نحن كتير حاضرين أو شايفين على جوجل هيدي الصورة تبع الجريدة، إن نسينا الجريدة فوق. مزلو. فبس ما تفكروا أنه أخذنا الصورة تبع مسيو لقيت بالجريدة هيك وهيك، ما بيفوش. يعني بيفوش يعني اللي ما بيتسبح في يجي يفوش. لا مش هيك، انا كان معي كتاب وعم بقرا، هو ما حاب مكبل كتاب هيك عم بروح. بس ما نفيش شغلتين. هي فيها تقريبا 9 لـ10 مرات اكثر ملح من البحر اللي احنا بنعرفه. طب شو اللي عمل هذا الشيء؟ سو حواليك في جبال، هلا ما رح نفوت كتير تكنيكال، بس بتشتي، والشتي اللي بينزل هو اسيدك. سو بينزل هالشتي الاسيدك وبياخذ من الحجار ومن التراب وين ما كان مينرلز وبنزله لهون، فاكيد بيتحولوا بصيروا ملح. المشكل هذا الشيء عادي وين ما كان هيك بيصير. هون المي لانه هيدا منه بحر، بسموه البحر الميت، بس هو مثل لاك كبير، اذا بدك بحيره كثير كبيره، فعاده المي فيها تفل لبرا والملح معه. هون ما بصير هيك، هون بضله جوا، الملح عم برقد اكثر واكثر والمي بتتبخر بسبب الشمس، اخذت اكيد ملايين السنين واصلا سكرت بسبب بلاك تكتونيك يعني، فصار الملح يكتر 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 والمي فل لبرا والمي بتتبخر وصار مالح كثير. ليش بفوش؟ ليش بتفوش؟ لانه انت جسمك هو تقريبا 900، الدنسيتي تبعه 985 كيلوغرام بر متر كوب، بينما هيدي هي 1250 كيلوغرام بر متر كوب. سو بتفوش. من بعد ما خلصنا البحر ما لحقت اطلع غير دغري 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 لوين؟ على المطبخ. 3 شفية ناطرينها تنعمل اكثر من 5-6 طبخات، تنعمل شيء خويت لانه ما نتعشى قبل السانسيت وقبل اللوك داون على الساعة 6. بس في عنا تشامبيونز اللي هو السبورت ساندويشز وسبورت بار، بس في عنا هون كمان يعني الريستورانت التيرازو. قاعدين بنعمل هلا لايت بندورة مفركة صاجية مقلوبة، بنعملها ان شاء الله تكمل تمام. مش معقول شو هالشي. كان نهار بيعقد. نشوفكم بكرة. نهار جديد، اكتشافات عن جديد. الأردن مثل ما شفتوها أبدا، الخضار، الأكل، العالم، الناس، المناظر. مشوار جديد. Day 5 ببلش هلا. مش معقول المنظر هون، اذا متطلع مثل كانه شقفه من فيلم، شقفه من اويسس. الالوان، السما الزرقاء، نرجع بننزل على النخيل الاخضر، نرجع بننزل على شبه صحراوي تراب، المي الرائع الاخضر على ازرق ريفلكشن تبع السما، الملح بعدين الابيض. مش معقول في نقعد هون كل نهار. يعني تخيل عندك هالقد ملح من هون، الجبال، الهواء والرمل. يعني إذا بنبرم شوي هلأ بنتمشى وبدنا نبلش نفوت لجوا رح نلاقي عدة هابيتات، وهذا الشيء الحلو. وعلى الطريق بيّن اليوم نجرب نضوي عليهم في الهابيتات تبع البلح. بدنا نحكي عن شجرة أساسية كتير، الأكاسيا، لو ما منا ما في بركة حياة هون. وبعدين رح نحكي على التمارك، سول اليوم بدنا نضوي كتير عليهم. يعني اليوم رح يكون from a biodiversity perspective شيء خيالي. بدنا اقول لك كل الناس اللي كانت عم تسال او عم تسال هل في حياه بالبحر الميت، ما في حياه بميه البحر الميت، بس في حياه حواليها مثل ما شايفين. كمان السؤال اللي دائما انه طب ما هو البحر الميت كيف عم بيقشط او قديش عم بيقشط، وضحت هون
يلي نحن عم نشوفهم هون في شيء 20 متر مينيموم. رح ننزل نفرجيكم الملح مثل ما بنشوفها بالصورة ونجرب ناخذ صورتين حلوين مبينين هون. هون عنا لاير 2 3 عنا مدرك ايش 20 30 لاير. وهون عم نطلع قد ايش في ملح حتى هون. فهيدا كان كمان ملح. طالما في ملح يعني ما في حياة. أنا وصغير بتطلع بشوف صور على جوجل وبقول أكيد راحوا الملحات أكيد ما بقى فيه هيدا الشيء. واليوم واقف هون محل ما يمكن صار أكثر من 20 سنة عبالي أجي. الوقفة هون بتسوى مليارات الدولارات وبعد يقلل من احترام هيدا الأرض ويكب فيها وسخ. مش عم بقدر لقي كلمات تقول شو هالإحساس الواحد بحسه صار بيوقف بهيك شيء. مش معقول ما نكون شفنا هيدا الشيء. مش معقول شوفوا هيك شيء. ما تشوفوا هيك شيء عن جد. شو بذكرك جراند كانيون؟ نو واي. يعني ارخص تيكت على اخر الدنيا امريكا اريزونا وبنرجع. طيب نحن هون بوادي مجيب. اذا بدك هيدا المي اللي بتنزل كمان بتكب بالبحر الميت هونيك. اميزنج. وقفه صغيره اللي وصل على البحر الميت ما بده شيء كم كيلومتر بيصير هون وبتشوفوا المي او الانهار اللي بتغذي البحر الميت. بس وقفه هون بتقدي دقيقه صمت هالمنظر الرائع. مارك وين رحت؟ تركني وفليت. بضيع انا بالطبيعه بضيع. فنحن عندنا كذا شجره ما نتعرف عليها. ما فينا نجي على الاردن وما نتعرف على التمارسك. هيدي الشجره حتى هي ومنشفه يعني اذا بتجي بتشوفها لهون كيف الخشب نشف ما بتحترق لانه فيها كتير ملح مثل كانها خلقانه لتكون هون. وفيها كتير قاش جواتها 30 ل 40% منها هو قاش مشان هيك صعب كتير تحترق. فهيدي الشجره بتعمل ايكو سيستمز خياليه بهيدي المنطقه. بتعطي شيد نفس الوقت اوقات كتير لو ما منها ما في اكل للقطيع. نفس الوقت بحبها كتير النحل. هي شجره كتير مهمه عند كل الديانات السماويه وبيقولوا انه بتنزرع لنمجد الله عاده. ومشان هيك معروف انه ابراهيم النبي ابراهيم زرع منها. نحن هون هلا حد البحر. انا انصدمت انه هون هيك شو حلوين مزروع سورغوم البقلوله مكنس. هلا حطيتهم شكله ويند بريكس من برا. وراهم زرع الكولوكانت الحنظل يلي هي نبتة كتير تستعمل طبيا بالمناطق العربية. يعني من بعد ما خلصنا هونيك شوي جراند كانيون انا حاسس حالي هلا وصلنا على ان اويسس 100% هيدي الكلمة. يعني انت تخيل هلا انا وياك مش بالسيارة ورايحين على الجمل وعم نمشي بدنا ناكل عجانة. كيف الطبيعة بتخلق مطارح هيك بنسميها الواحات. مطرح ما يعني انا كنت بحلم شوف هيك البلحة أو النخلة بمنظرة الطبيعة هي والتماركس. تخيل أول شغلة هون معناتها في ماي شي مطرح يعني فينا نقعد وفي أكل لأنه فينا ناكل التمر فينا ناكل حتى في طلع هيك نزول الكابر. بس هذا نوع تاني يعني كمان بيعطي شوية أكل. وفترض هيك رحنا أكثر واحد منا معه سكرة في دواء هون نبتة للسكرة. سو لأنه لما كانوا يمشوا ويروحوا يعني من مطرح لمطرح كتير 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 بعيد كانوا يعرفوا أنه إف خلص هلا فينا نرتاح لما يشوفوا بلحة من بعيد. مشان هيك صار اسمها الواحة يلي هو مطرح انت بتجي بترتاح ومنحكي ومنبدل بركة مارشانديز وخبار. وهيدا المطرح الواحات صارت هي اذا بدنا نقول سيمبل لحدا يقول للتاني اهلا وسهلا وويلكم. مشان هيك اصلا كمان استقبلوا يسوع بروشاليم بالنخيل. هون بأكد لكم في أكثر من 100 نوع. يمكن بعد لو ندرسوا بتشوفوا أنواع من الموس من البريوفايت من الشتل بيقدر يعيش حد الماي. هيدا عن جد ضيعة إذا بتشوفوا قد في حشرات هون. بدنا نطلع عليها كمان كيف في نباتات قدروا يعيشوا بهالصحراء مطرح الشوب عالي جدا. في نباتات تيكونوا بعيد عن كل شيء قرروا يعيشوا على ماي سخنة حد الماي ويتحدوا كل العالم. إن شاء الله نحن مش بثانية نقضي على هذا الموضوع ونخليها مثل ما هي نحافظ عليهم. في بعض المخلوقات إن كان نباتات إن كان حشرات كمان بيستفيدوا بطريقة تانية. المي عم تتبخر بتروح لأبعد تضرب بالهواء المسقع بترجع بتنزل. في بعض الحشرات تقدروا يعيشوا هون لقيوا طرق ياخذوا المي من الجو
على بيوقف بوزيشن معينة ليسحبوا المي مش من الأرض ولا لما تشتي من البس من البخار. روعة روعة روعة، الغداء عظيم، حتى السمكات من هون من البحر الميت عم بمزح، عن جد عم بمزح. من بعد ما خلصنا يلي نحن بنسميه البحر الميت، بس بعدنا بالبحر الميت بس نقلنا على الموجب. صح. شفنا اليوم عن بكره شوي او اول المحميه يلي هي فوق الطريق، وهلا جينا تنام بشاليات او موجب بايوسفير ريزيرف، موجب شاليز. هلا ال 400 هي مستوى المكان تحت سطح البحر، ماينس 400 تحت سطح البحر، والرقم 8 هو رقم الغرفه. نايس سمول روم، فيو رائعة رائعة رائعة، بعتقد من أحلى الفيوز الواحد فيه يشوفهم، حمام مع فيو. هاي البلانت موجودة بكتير مطارح بالعالم، في منها كتير بأستراليا، عندهم موجودة بكترة. هيدي البلانت هون اسمها أتريبلكس هولوكاربا، لأن عشان ما نفوت بالتفاصيل من جوا فاضية الكربال تبعها، مشان هيك بتحس بالهواء. هيدي نبتة كتير رير بالأردن، حتى هي على الليست الاندينجرد سبيشيز بالأردن. في خبرك إنه هالنبتة فيها تنزرع بمطارح أو تطلع بمطارح يكون في كتير ملح، لأنها بتقدر تعيش هونيك، مع الوقت تقدر حتى تشيل الملح هي شوي شوي، وعندها سيستام خيالي من جوا. إذا زادت كتير التو تبع الملح حواليها بتكب الملحات لبرا. عادة كمان تصور إنه هيك مطارح ليك عم نطلع ما في بلانتات، هيدا بتقدر تعيش هون وتأقلمت لهون. ما بحبوها بالأول الحيوانات اللي بترعى، بس إذا كتروا بيأكلوا منه، وكترتها وقلتها بتدل على إذا في أوفر جريزنج بمنطقة أو لا. بالأردن تخيل، بأستراليا هي كتيرة، هون هي من الاندينجرد بسبب الرعي الجائر. الطبيعة بتعلمنا التواضع، بتعلمنا نركع لنطلع على النباتات، نعرف حالنا كمان اوقات قد صغار. يعني انا مثلا في داين 30 ثانية هون، هيدي النبتة بتداين كل حياتها هون، سقعة الهواء والهواء المالح، ولقيت كل الطرق تو ادابت لتعيش بهذا المطرح. كونفورت فود كله معمول هون بالمنطقة، يعني من الحمص للخضرة للمقالي اللي كتير مشهورة في هذه المنطقة. انجويبل دينر، ومنفوت من نام بكير، خسرنا ساعة نوم امبارح، نغيروا الساعة، كانت وي كتير بتخت. صباح الخير والشجر والياسمين والخضار والنيتشر والقصة كلها. واليوم نهار السادس ببلش، واقفين، وقف الباص نأذنك لنا سوا، وركض مارك نزيل نشوف شجرة. نهار جديد ببلش هلا، من هالشمس اللي بتعقد، من هالأجواء كتير حلوة. اليوم بترا، بس على الطريق أكيد في اكتشافات حلوة. يلا مارك، وين رحت؟ دخيلك وين رحت؟ هلا الأكاسيا شو عندهم ميزة؟ بيقدروا ياخدوا الأزوت من الجو أو نيتروجين يحطوه بالأرض، وهيك بيغزوا التربة تيطلع غير نباتات. لو ما في أكاسيا في كتير حيوانات ما بتاكل، بس الأكاسيا كتير متطورين لدرجة أنتونيش أنا بنحكي عنهم بيعرفوا يحكوا سوا. أنا بتعرف شو بسميها هيدا؟ مثل أرزة الصحراء. هذا بس اسم أنا اخترته أكيد، يعني حلوة كتير، شجرة رائعة. لو ما في الأكاسيا تقريبا ما في أكل هون. واهم شيء كمان بالصحراء، انتوا رايحين تتفتشوا على صحن الحمص، تعطيكم في اذا تعبتوا بتخبوا تحته. سو هيدي الشجره او العرعر اللي بنحكي عنها من اهم الاشجار تقريبا بالعالم. هيدي الشجره فيها تعيش تقريبا على الساحل ببعض البلدان، يعني على 100 متر، وفيها تطلع لحد 3000 متر، يعني عندها فيرساتيليتي كمان مخيفه. كانت كتير مهمه لانه الخشب تبعها كانوا يعمروا فيه، كانوا يستعملوا كتير، وحواليها بيتغير كل الايكو سيستم. رح بلش اعرفكم على كم شجره على السريع. فهون نحن عم نشوف نوع من الخوخ يلي بيطلع قزمه على الارض، اسمه برونس اكيد.
هيدي من نوع الأستراغال، وإذا بتطلع عليها عن قريب في عليها مثل هالبولات يلي هون بسميها بالعرب القت أو القتات. عادة ما بعرف نحن أي ارتفاع، بس عادة هيدي بتدل إنه نحن صرنا بجبل. وهون في واحدة من أهم النباتات عند العرب وخاصة عند البدو يلي اسمها ريتا أو الفيجن. لك هالمحتالة من بعيد فكرناها زعتر، لما قربنا اكتشفنا انه ما في ورقه مبي الورقه. الزعتر هي من عائله اللامياسي اللي دائما لازم يكون عندهم ورقتين اوبوزي قبل بعضهم، ليك هون بنسميهم الترن. منيح ما دقناها انتوني تنقدر نفهم نحن بيترا كثير منيح. نحن رايحين نتعرف على مدينه اول شيء منا معمره، هي محفوره بالصخور. بيترا فينا ندرس الجيولوجي تبعها بطريقه مخيفه، بس الاهم رايحين ندرس المي، لانه الانباط يلي سكنوا بيترا وعملوها كانوا من اهم مهندسين المي بالعالم. تنفهم بيترا لازم نفهمها من هذا هالقد بعيد، لانه اكيد هن درسوا المنطقه، شافوا وين في مي وين في انهر وكيف قدروا ياخذوا المي لمنطقتهم اللي تركوها شويه سريه. وبهذا المطرح ما بعرف اذا بتشوفوا ما مبين كانه في شي نهر منشف، وبنقدر نعرف هذا الشيء من نباتات المي يلي بتطلع دائما بتدلنا على المي. بترا من وقت ما توصلوا بتشوفوا هالجبال، هالحجار اللي شايفينهم وراي، جوار وين ما كان، حفر بقلب الحيطان، المي، الكنالات، عم نحكي عن حضارات كتير قديمة علمتنا كيف نتصرف نحن اليوم. أنتوني، أنتوني، شم هاي الكلاط دي ريحة أحلى. بس ما بتشم الكلاط، شم هاي ريحة أحلى. عن جد؟ انت عندها من ابشع ريحة بالعالم، ما بعرف شو بيقول الشباب حدا عم شم. سو نحن هلا هون رح نجرب نروح بالطريق كلها لنوصل على السيك، بعدين نروح نفرجيكم الشوارع. اهم شيء بدنا كمان نروح على التياتر الموجود كتير كبير، نروح على الكنيس، نجرب نفسر لكم في كنيس هون، واهم شيء بعدين نجرب ناخذكم على بعيد كتير لتشوفوا كيف بلشت بترا وكيف خططوا لها. ما فينا نجي نقول بترا هي مبنى، بترا هي انا بالنسبه لي من اقدم الاوربانيزم اللي صار بتاريخ البشريه. دفلة طين، يعني أكيد نحن هون عنا مي، وهيدا الشيء كثير مهم تتشوفوا الأنباط شو كانوا يعملوا. مش كانوا بس يقطعوا المي، كانوا يخزنوها، وهيدا واحدة من السدود أو البرك والستام الموجودين وراء فالمي دايما يخزنوها على جنب. قبل مرة نزلت بالعربية وما لحقت أطلع وتفرج على كل تفصيل موجود بهذا الوادي، مش بس صخور كمان شجر كمان خضار. اسمه السيك، طوله 1200 متر، عرضه بين 4-5 متر وعلوه 80 متر. وتخيلوا هون قديش ناس قطعت من هون، بيقولوا أكثر من 30,000 شخص عايش هون 500 سنة، سعدون قديش أكثر، والمي كيف كانت تقطع تترجع تنزل لوين؟ على الخزنة. هون بدنا نحط الأشياء بالإطار عن 2000 سنة. في حفة عالية متر، هونيك حفة صغيرة، هيدا كان كله مي. معناتها قبل ما كانت هيك، بس كان في فجار وكان في موس وكثير من النباتات يطلعوا على الحيطان. سو كنت تجي لهون بتشوف الحياة من الأول. عم بتخيل كيف هلا رجع نردد كصحراء، بس عم بتخيل كمية المي، صدى المي عم بيطلع لفوق، البخار تبع المي أول ما يشوب شوي، والشجر اللي فوق، يعني كل شيء عم نحكي عنه اليوم كيف كان، يعني يمكن مثل جنة صغيرة. وأكيد كثير عالم اجت زيارة لهون من الرومان، أكيد كانوا يعني. أكيد نحن ماشيين، خلينا نحكي عن الخزنة. كل العالم تستعمل كلمة خزنة، هي بحياتها ما كانت خزنة. في اعتقاد أنه بركة كانوا يحطوا فيها الوثائق المهمة، بس هذا الاعتقاد راح لأنه اكتشفوا تحتها في كتير من المدافن. وهي بالمبدأ منا ولا معبد ولا خزنة، هي مدفن كبير. هالقد كانوا يحترموا الموتى عندهم. نزلة، نحن ماشيين بنزلة، نزلة 1200 متر، وبآخر النزلة بتفتح بتطلع على الخزنة بوجنا 100%. طب كل هالميات ما في ولا أناية ولا شيء، كيف؟ صح، نحن كنا أكيد بالصحراء،
بس كانت اوقات تشتي. واصلا ب 1960 صار في كارثه هون وماتوا اكثر من 10 توريست فرنساوي بفلودنج. سوقات بينزل مي بكميه هائله. سو اكيد الانبات ب 500 سنه هيدي صارت هون كذا مره. سو عمروا وين ما كان انايات، وحتى في انايه فوق الخزنه بعدها 90 متر لتصرف المي لبرا تيحموها. يعني فكروا حتى بهالاشياء كلها، نزل يعني مي لازم نفكر كيف نصرفها دائما مشان ما يصير في كوارث. كل العالم بعدها لليوم بتقول اكبر حشره بالعالم ببعلبك كيف عمروها، وشفنا وحده بعدها موجوده كيف حفروا حواليها. صح. من الناس ما بتعرف كيف حملتها البيراميدز، كيف حملوا كل هالاحجار الكبيره. طب اليوم الخزنه اللي رح نشوفها بعد شوي، هل هي ركبوها سئلات طلعوا من تحت لفوق من فوق لتحت؟ نعرف كيف تعمرت؟ ايه هلا حسب الدراسات وبعد شوي رح نشوف مثل مدفن ما كمل، وهيدا بيعطينا كتير فكرة عن كيف عمروا. فهن اللي كانوا يعملوا اولا مثل ما قلنا انه هون ما في شيء محفور، ما في شيء معمر، هو كله محفور. سو شو كانوا يعملوا؟ كانوا يطلعوا على العالي لفوق، كانوا يحطوا مثل حديد ويعملوا مثل سقالة صغيرة ويبلشوا يحفروا، وهن ونزلين يرجعوا ينزلوا الحديدة ويرجعوا ينزلوا. بالآخر يصير في مثل كتير تحتهم تراب يستعملوا يعربشوا ويحفروا عليها. سو الأنبات طريقتهم كانت من فوق لتحت، بس طريقة كتير مدروسة ماتيماتيك جيومتريك. وكانوا الأشكال يلي يعملوها لأنه هن كانوا كتير يسافروا، بكل مطرح رح تشوف مدفن معبد whatever دايما فيه أثارات من حضارات قبلهم. كل انسان كان يشرب او يستعمل 8 لتر مي بالنهار. تخيل روما ما كان عندها هيك بركة. اوكي اثنين عندنا كان 125 مايل بايب لاينز تتجه المي من 8 انبوعه موجودين، اهمهم عين موسى اللي رح نروح عليه بعدين. ومثل هول اللي شايفينه ورانا في اكثر من 36 واحد، في ست اكثر من 36 واحد هول كانوا دائما ليخلوا المي ورانا. بنفس الوقت كان عندهم اكثر من 100 كرمال يخزنوا المي بمطارح معينه، يعني رين ووتر كولكشن من 2000 سنه. واو ده حلو انتوني، مش معقول ده حلو. انا بقول هون هالكلمه ما بعرف اقولها غيرها ماجنيفيسنت. اول شيء بدنا نعرف انه كيف هذا الحجر على الشمال كانت كلها هيك. فهن لقيوا طريقه ليطلعوا لفوق. اذا منتبه في هول حجرتين الاساسيات اللي فوق، هن وين وقفوا حطوا حديد وبلشوا ينزلوا. اذا بتنتبه كيف هذا التريانجل يلي هون ويلي هون كلهم كانوا موصولين بفرد وحده، مبين كانه كيف حفروها وبتنزل نزول كلها سوا. كانوا الانبات ينحتوا في شيء دائما جامع بالعمارات تبعهم يلي هو الاشكال يلي كيف بينزلوا بدرج. هيدا كان كله ليزبطوا الاغلاط يلي بالصخره لتطلع بعدين على جلسه. اذا كانوا عم بيعملوا واجهه تطلع جلسه كانوا يزبطوهم. مشان هيك رح تشوفوا بكذا مطرح اوقات من تحت اخر وحده بتكون عريضه، اوقات منا موجوده، اوقات بالطول. هيدي الطريقه كانوا ليزبطوا دائما النحت بالصخر. مارك انا عم بتخيلها جنه صغيره، عم بتخيلها جنه يعني المي قطع بالنص، اكثر من 10000 شخص كان بيسع ورانا، بيوت وين ما كان كيف ما تبرم عيونكم بتشوفوا جوار بالحيطان. شايف انتوني بطني طالع من الصخر، لما الحياه بدها تكون ما في شيء بوقفها. لا تنعرف شو يعني بطني هي هاي اللي ورانا يبني يلي عم نحكي كم سنه تقريبا؟ عمره بيقولوا 450 سنه. 450 سنه. بيستاشيا تري كثير مهمه عند كل الديانات كمان. كانت موجوده عند سبيل الحريات يلي هو كان اذا بدنا نقول نافوره مي شبه دائريه كمان بفرج غير النباتيين بالمي. هيدا منطقه نحن بالصحراء وبفكروا يعملوا نافوره مي. هول بنشوفهم بس بلاس فيغاس من 2000 سنه كانوا موجودين. عظيم وكبير هيوج، بيقولوا تقريبا اكثر من 7000 متر مربع كله اول اراوند. بس مش بس هيك، قديش كانوا اذكى وقديش كانوا يفكروا. بيقولوا بالدراسات انه حتى في مي تحته في خزانات مخبيه تحته. مشوار كتير طويل، متعب شوية، وجع ظهر حتى لو طلعنا على الحمار، بعدين في كم 5 دقايق مشي and then boom بيحرز المشوار أكثر من 50 متر تقريبا 48 ب46 أو 50 ب50 بيبين الخزنة، بتبين كتير صغيرة قدامه. بيقولوا دير لأنه اسمها هيك، يمكن تكون كانت كنيسة كتير كبيرة. عظمة 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 رائعة.
بيحرز اكيد. ولحظة الطلعة قدي كانت صعبة، نحنا الحمار وتعبنا يعني، فتخيل قدي نقوا منطقتهم بطريقة رهيبة، عرفوا كيف يخبوها وعرفوا كيف يحموا حالهم، لانه كيف نقوا هو كمان ليبعدوا الانفيجنز عنهم. روعة روعة. من دقيقة اللي وصلنا للي فلينا 8 لهلا 5 ساعات اخوات، يلا ساعة ونص طريق ولوين؟ على وديرة. صار وقت نهتم بالشباب، معنا كفوف مش حيلا، معي العدة تبع السفر، معلقة شوكة سكينة، اشترينا لبنة جبنة، وعنا الكعكات، وجاي كمان منقوشة تفدو. هلا بعمل عملية، فتحت النيرة مظبوط، هلا شقينا وهلا صار وقت نحط طلع. فهون نحن عنا ساند ديونز يلي هون في نبتة الرز، طلعوا هلا معنا عن قريب، بتلاقوا في حياة مثل حشرات. لقط واحدة قرب شوف، هيدي الحشرة عندها طريقة كتير مهمة لتقدر تعيش بالصحراء، توقف هيك بالقلب وعليها نقط وين ما كان، تقدر تاخد من الجو الرطوبة وبتوصلهم من نقطة لنقطة لنقطة تتوصل على التم تبعها لتشرب. فكرة انه نحط بالصحراء شبك نعمل ووتر كولكشن منها مستوحيت من هالحشرات. شو هالنبتة؟ الغذاء. الغضا هذا للحلال للإبل بالذات، يعني أكثر إشي الإبل، هذا أحسن حطب عندنا في الجنوب الغضا. حلو. بالساند ديونز عنا تقريبا 4-5 نباتات هن اللي منشوفهم أكثر شيء موجودين، وهيدي لو ما هول قدرين هون يعيشوا كان بركة ما بيقدر يعيش ولا حيوان هون. وهول الأنواع من الشجر بيلعبوا دور كتير منيح، يعني نقول يعني مشان يثبتوا الساند ديونز، لأنه الرمل هو عم يجي بيعلق بقلبهم، وهيدي الطريقة هن ما شلشون الرمل من فوق، بضل بيعلق قد ما فينا الرمل، بيقدروا كمان هيك كثير في حياة وراهم. هذه شجرة الرتم للنار كمان وللحلال، بس المهم فيها كمان لما يكون فيها اللي زي هيك نعملها للسعن، السعن هو للحليب. هيدا زهرتها هون، وهيدا الفواكه تبعها إذا بتطلعوا اسمها باللاتين ريتاما ريتام، هي من أهم نباتات الصحراء. سمت لو كان ايام تشوفوها ايام فيلم لورنس، ويحطوا فيها يعني كانوا يعملوها زي المستودع، يعني يعني قبل يكون في عمارات او اشي، يحطوا فيها اللبن ويحطوا فيها السمن ويحطوا فيها كل اشي. هون بالمغاره انترستينج، عم نشوف هول النقط اللي فوق، هول يمكن كانوا كوره لنحل او شيء قريب عليهم، واذا كان نحل كان يعني من زمان ياخذوا من هون عسل. شو بدنا نعرف عن وادي رام؟ ليش وادي رام لإلك كانت وقفة أساسية؟ لأنه وادي رام أول شغلة هي هيدي الطبيعة عملتها عوامل جيولوجية، المي الملح مع الهواء مع الرمل، تعاملوا هالمناظر يلي هي بتحسها يعني من مثل ما بقولوا من مارس يعني. غير هيدا وادي رام عنده ثلاثة إيكوسيستمز، واحدة منهم الساند ديونز يلي شفناهن، وفي اثنين بعد ما شفنا كتير منهم، فهيدي كمان شغلة كتير مهمة. وادي رام معروف بالرمل يلي كذا لون عنده إياه، وأهم شيء بأنواع الحيوانات، في أكثر من أنواع حيوانات هون اندمك لهيدا المنطقة يعني ما بنشوفها بالعالم غير هون، ونباتات في أكثر من 6 أو 7 كمان بس موجودين هون. نحن اليوم بالسيزن شوية غلط. وفي شغلة كمان سعفية هن النحوتات اللي بنشوفهم، وادي رام تعتبر كمان مثل أوبن لايبرري، في أكثر من 25,000 كتيبة مكتوبة بأربع لغات مختلفة، كمان بتفرجي الحضارات يلي قطعت على الوادي. الرمل يلي هون حسب شو المينرالز يلي جواته بيتغير لونه، يعني لما يكون في كتير سلفر بروح على الأصفر، لما يروح كتير يكون في مانغانيز بنروح بنصير بنشوف أزرق وأخضر، الأحمر بيكون تيراكوتا. سو الألوان تبع الرمل هن المينرالز يلي فيها. غريب كيف بقى نص الصحراء، عم نحكي بنص الصحراء في بير طبيعي حجر صار له اكيد الاف السنين ومعبى مي كل السنه،
سبحان الله يعني. وين مسيقب او ربنا مسيقبه بكعب فالي سكال الماء تنزل على البير بتجي عليه. ومن خضار شو بنشوف؟ هلا في كثير نباتات شفناهم قبل بس انا اللي خوتني قربوا معي وشوفوا في جازون نوع من الجرامينيا او البواسي يلي قدروا يتاقلموا على الصحراء. ليه؟ لانه اكيد في مي في رطوبه سو قدروا طلعوا شيء بعقد. معقول هذا الشيء بالصحراء؟ ايش القهوه تبعكم لونها شوي فاتح؟ نحن قهوتنا لونها كثير غامق. ها؟ لونها فاتح، احنا في من القهوه انا بحكي لك اللي غامق كثير. بيلقطوها بيحرقوها كثير، احنا ما نحب نحرقها كثير حتى يطلع طعمها كويس ويطلع بهارها كويس. اما لما تحرقها كثير بتصير مر، يعني انت ما تستفيد منها. احنا بعض القهوه مجامله نشربها عند الناس. اقول لك يعني بيجي الضيف لعندكم لازم يبلش بالقهوه. أيوة. القهوه اساس. ابدا عندنا لازم يبلش في القهوه. هاي بس ثلاث انواع لي، المي والطحين القمح البلدي وال الملح بس. وما بتريحها دغري بتحضرها وتبلش فيها دغري. دغري تحضرها. مدخنة من ميل طرية كتير كتير من جوا، ما فيها خميرة ابدا، بس العجن الايدين اللي هو عملها فيها هي اللي عطتها هالنفخة هالريحة. كتير فريش، طيبة، قرشة من برا، يعني ما بينقال شيء، يعني مثل ما هي لقمة طعمة الأرض وطعمة طعمة الحياة. هاي تنعمل، نفت الخبز هذا ونحط عليه حليب الغنم الطازة، نحط عليها زبدة الغنم. قمح بلدي أكيد. بتحسه بتشوفه بعد فيها قرشة الجمر، سمنة غير شكل، حليب طازة يعني هلا سخن. وهيدا هي والزبدة. انتو هيدا بتاكلوها ترويقة غدا عشاء كل نهار اي وقت اي وقت. يعني هي بعد اللحم اذا الضيف قال والله ما بدي لحم، اذا قال لحم لا خلص نعمل له الاكل سريع. هاي ملحاتك على الغدا بس كان عندي مهمة. لأنه بتتذكر كانوا بيقولوا بحطوا مع الزبدة العطرفان. صح. فكمان نعرف شو هي العطرفان، فنحن بنسميها غير شيء. عنا شبيهة لقلها بلبنان يلي هي شلش الرباس أو الرباس. يلي اسمها ريوم. فبتطلع كتير فوق. هلا هي الفكرة إنه ورقتها كتير كبير، بتمنع زحول الأراضي أوقات قد ما ورقتها كبيرة. هلا في عندها كتير فوائد طبية، بس هون شو بيعملوا؟ بياخدوا الشلش بقصوه، كانت عم بتقلي مثل شقف البطاطا. بعدين بيعملوها مثل بودرة وبطعموا فيها الأكل. من بعد نهار كتير طويل فيني خبركم أنه في رمل وملح بشعراتي قد ما فيه يمكن بكل المنطقة. من بعد وادي رم كفينا وين على العقبة. صار لي كتير زمان عم بلجي على العقبة، بسمع عنها كتير ومش حيالله اكتشاف رح تكون، لأنه وين نزلين باللوكجري كولكشن، one of the most famous hotels. عبيكم تشوفوا جوا شو الأجواء، العشاء، الترويقة بكرة، وشو رح نعمل بال 24 ساعة الجايين. يلا let the experience begin. Welcome home. سالون تي في أوضة سفرة بلاط الروعة مراية، قدي ناعم قدي مرتب قدي كلاسي. والأوضة Luxury Collection هي part of the Marriott Group، والفكرة تبعهم عن Luxury Collection بتعكس الكولتشر تبع كل بلد بيكونوا فيها. يعني impressed من أول دقيقة، مش بس الأوضة، مش بس اللوبي، مش بس الأوتيل الرائع، مش بس البيسين والبول وكل الشجر أول ما وصل لهون. عندنا وصلنا على هالمحل اللي اسمه أمواج. أمواج هو مطعم، بس هو أهم شيء هو Art Gallery. مساء الخير، انا الشيف اشرف، سو شيف بالمناره. عاملين اليوم باميه بالزيت، وعاملين فريك تبوله مع اكتوبوس فيوجن، وعاملين حراقه باصبعه، وهون عاملين خبازه بالزيت والليمون، هون عاملين محاشي مع شقف لحم خروف، وهون عاملين برضو دوالي مع شقف الريش اللام، وهون فريك مع الدجاج. في عندنا هون الهريسة، وهون الحلو العربي اللي هو المعروف مع البستاش. ايه يا عن جد ميرسي، خجلتني. تشيز كيك وقفته حلو كتير، بس مش معمول من جبنة، معمول من الجميد اللي بيعملوا فيه المنسف من تحت. قرشته مظبوطة،
fluffy the way it should be. And then اوف amazing 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 day. من الصحراء، من القعده، من البرمه، من القعده على الارض مع 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 اللوكلز، من وادي رام اللي بياخذ العقل، من الوعي على البحر الميت. من مارك ما فيني اقول لك قديش مبسوط، مبسوط فيك، مبسوط بالسفره، مبسوط بقديش عم بتعلم وعم بشوف. بترا خمس ساعات، انا ما كنت متظاهر بحياتي اتعلم هالقد. بدي اقول لك ميرسي، بدنا نعيدها، بدنا نعيدها، بدنا نعيدها. انت بتقلي ميرسي، انا بتعمل شيء طيب اليوم. شفوا على عشر، يلا جود نايت، نشوف بعضنا بكره. بكره عندنا ترويتين، ولاول مره رح نصور مش بس فوق المي، تحت المي. باي. جود مورنينج، بنهار عظيم. وين محل ما تطلع، عم تطلع الشمس على وجهي بالعقبه، محل بهالنقطه فيني اشوف ثلاث بلدان وانا بالرابع، محل ما الطقس كتير حلو، محل ما كل العالم تجي كرمال البحر اللي بينحكى عنه من احلى بحور العالم. عقبه داي 7 بتبلش وين؟ بترويقه، على هالتراس اللي خارج ينعمل عليها بارتي ل 200 شخص. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. حاسس حالي عن جد مثل الملك يعني. اهلا وسهلا. شو محضرين اليوم؟ بنبلش من هون، عندنا الوافل مع الكوندمنتس تبعه، هون فرنش توست بس اضفنا النكهه العربيه. اوكي. زي القهوه والهيل مع النوتيلا، طعمتها كثير طيبه. الايج بنديكت مع الافوكادو والسبانخ وسموك سالمون، الفول مع الكوندمنتس تبعه، بانكيك متبل مع الرمان، والفريش فريش بيستري. طب الدونات مافن، الريحه على الطاوله بتاخذ العقل يعني. عم بيطلع ريحه نوتيلا من هون، وريحه شوي فول من هون، وريحه فريشنس من هون، ريحه جبنه من هون. اول ان اول اي لاف ات. جبنه ضروري الصبح وبعد الاكل. تشيز. وصلنا على سوق السمك فيش ماركت. ليش؟ لانه بدنا ننقي السمكات اللي بعدين بدنا نرجع نعملها زرب. يس، اول وقفه سوق السمك. الريحه هون رائعه، الناس بعد ما وعيت. فيري اكسايتد. يلا، انا كل هول اول مره بشوفهم، ما بعرف في شو فينا نشبههم بينهم بين عنايهم بالبحر الابيض المتوسط. انا استعنت بصديق ماركوس من لبنان، سو عم بيقول لي انه بين اللي شفناهم هيدا من اطيب شيء، اسمها قريبة على الميرو روج عنا يعني، مثل كانها لقوس. قال لي هيدا من اطيب سمكات موجودين هون. هلا اذا بنروح لهون، صح، انا هيدا تفاجئت، هيدا عم بقول كثير 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 طيبه، بنسميها ماهي ماهي. من اطيب السمك المعقوله كمان تكون تتاكل. هاوفر التونه هيدا منا من النوع الكثير طيب، سو عم بيقول لي هيدا افويدت ما تاكلها. سو هي نوع من تونه، رح اقول لك شو. مش بلاميدو؟ لا، هو سمينا اياها تقول لك شو بسموها سكيب جاك تونه، يعني منا مثلا بلوفن او هيك، بتعرف في كذا نوع. سو عم بيقول لي انه هيدا مش كثير طيب. عم بحكي عن ماركوس يلي صورنا معه حلقتين، يلي بنحبه كثير، ويمكن مرة الجاي بتكك بلبنان وبجيب معي اذا بدك. انت قرر، ما بتخلى عنك معك بعد ست ايام تعلق فيك. هيدي بسموها ديب سي سيرفنت، يعني كانه بتشبه شوي الحيه، لانه عم بين انه بوسط يعني. هو كان اذا كان معنا كان بنقي الميرو روج يلي سموا لنا اياها لاجل. كل الناس بتحكي عن سمك البحر الاحمر قديش نعمل تمشيه بنشوف شو لقطين هلا. هاي شو اسمها مارك؟ هلا هيدا اسمها جوت فيش، هيدا من عائلة السلطان ابراهيم، كثير طيبة كمان. أنا فراس رحاحلة، مدير مرسى طيور العقبة، وإحنا اليوم في مرسى طيور العقبة. هذا المكان يعد أحد أهم المناطق لإستراحة الطيور المهاجرة خلال عبورها للأردن. إحنا بنقع على ثاني أهم مسار لهجرة الطيور في العالم، بيعبر تقريبا أكثر من 7.5 مليون طائر محلق، وأضعاف هذا العدد من الطيور من الأنواع الأخرى. أنا منبهر بهيدا المنطقة يلي أساسا فيها خضار كتير وكتير دايفرسيتي حلوة. الأهم والأهم
في ما بعرف كم بركه اللي شفناهم صاروا شيء 6 او 7 يلي هو السوج تريتمنت يلي لازم يكون محل كتير بعيده ريحه طالعه ما حدا لازم يقرب عليه كيف لقوا طريقه يقدروا يهتموا فيه ناس تزوره ريحه ما عم نشم ابدا وبينقل من واحد لواحد لواحد لحد ما تصير المي ترانسبيرنت للصايه اكيد مش للشرب والشغله بعد المهمه اذا بتشوف الشباب نحن بنعرف انه هن ما بحبوا الطبيعه والبيئه كيف لما حدا يحطهم بالمطرح المزبوط يشرح لهم المطرح المزبوط دغري بيصيروا عم بيطلعوا بنبشوا على صفير اتس لايك انه ما حدا معقولة ما يحب الطبيعة إذا ما عرفها منيح أنتوني نحن ما كان فينا نجي على الأردن منصور هيدا الشجرة هيدا الشجرة اسمها السدر أو بيقولوا لها سيزيفوس بينا كريستي لأنه معروفة أنه يمكن هي تكون شوك المسيح وهيدا بتتاكل عندها أهمية رائعة الفواكة تبعها مهم بالنحل بحبوها وهي من أهم أشجار مذكورة بالقرآن الكريم بالأردن في 27 مرصد أو مختلف للطيور يعني والمناطق المحمية بالأردن كرمال الطيور يلي مسميها IBAs أو Important Bird Areas هي تقريباً تشكل 8.5% من المساحة فلازم كتير هالمراكز تتطور أكتر كتير حلو أن عندهم هاد مراكز لأنه يعني لازم يفهم الإنسان من دون طيور ما عندنا غابات هاي شو؟ So, هون نحن عم نشوف كذا نوع أكاسيا وبالنسبة لنا حكينا قد ايه الأكاسيا هن مهمين للأردن يعني أنا بالنسبة لي هي بركة أهم شجرة من دونها في كتير حياة ما تكون موجودة هلأ كتير صعب تتطلع على أكاسيا وتقول اسمها من دون الفواكة حتى مع الفواكة فينا ما نقول أي واحدة exactly لأنه كتير دايفاري So, هيدي فيها تكون أكاسيا راديانا وفيها تكون غير بس انه تخيل قد ايه الفواكة الأكاسيا اللي شفناها بالصحراء كانت أوطى أسماك ما بتشبهها أبدا ساعات الواحد بيقول عصافير صعب كتير يتصوروا يعني بنخبركم عنهم ونصورهم ومع انه جبنا اللنس الكبير سريعين الهواء كتير قوي اليوم جربنا قد ما بنقدر نعطيكم معلومات لازمة وبالاخر اذا حدا بده يعرف اكتر جوجل او بنرجع نعمل حلقة تانية بعدين من هون بنروح على الوقفة اللي بعدها صار وقت ننزل على البحر لا عقبة بلا بحر يعني صعب من عجقة المدينة فتنا على محل كتير كتير حلو قدي كلاسي قدي سيمبل أزرق أبيض nothing else والبحر هون بليلة كيف جوا والرواق والموسيقى عند الباكجراوند يعني عن جد مثل واحد يعني بس قطع بوابة طلع من محل سافر على غير بلد صار بمحل تاني beautiful صباح الخير عمر مضعين من دايفرز دايفرز احنا لوكيتد بايلا اويسس بالعقبه زي ما انتم شايفين المشروع كلياته احنا هلا متواجدين في المارينا بنستنى الامور تجهز وبعدين راح ننطلق باتجاه الشط الجنوبي فالاكسبيرينس هلا راح نغنجر مارك وراح نعمل له سربريز مش بس فوق المي حتى نشوف تحت المي شو راح يخبرنا السكوبا يونت هي الجهاز اللي بيسمح لك انك تتنفس تحت المي سكوبا هي اختصار لسلف كونتيند اندر ووتر بريدنج ابراتوس اللي هي الجهاز اللي احنا بنتفرج عليه هلا لما انت تبلش تنزل تحت المي الضغط ببلش يزيد لكن هلا هو ضغط المي مش ضغط الهواء لكن الضغط اللي احنا بنشعر فيه او بنتاثر فيه اللي هو ضغط المي زائد ضغط الهواء اللي موجود على السطح الو روميرو بشرفكم جاعوا الشباب ماكسيموم ونحن بعدنا بالبحر والاجواء كتير حلوه والطقس حلو والهوايات حلوين بليز شو عندكم بعثوا لهم دليفري للشباب لانه مارك اذا جاع مشكل كبير 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 اه نص ساعه ايه خلص ايه خلص نحن بالبحر ما راح تضيعونا ما راح تضيعونا يلا ناطرينكم والله بروفيشنال اه شغل تلفنا على المطعم حضرون جيبون بالبوت هن نحن بقلب البحر ونحن عم ننبسط بالاجواء ما اضطرينا نعمل شيء يعني سكتني على جمعه
يعني ما في تقول شيء بقى، ما بقى فيك تقول مروقتك، ما بقى فيك تقول ما غديتك، ما بقى فيك تقول شيء. اول شيء الجروب بعقد، روميرو بقى اشهر من ان يعرف كل العالم هون بالاردن سامعه فيه، وهلا عملوا لنا دليفري صحون التفاصيل الصيادية اكيد بتسكب ونبلش الصياديه، السمك، التبوله، amazing experience. I love it. يلا coming back. صار وقت حتى حدا ترخص. انت ليه لبست اصلا؟ انا وصيت على وحده خصوصا عم بترزوا لي اسمي عليها. امشي لانه اوكي. طيب انتظر انا رايح. قبل ما نبلش هيدا نحكي عن البحر الأحمر، شو أهميته، شو فيه شيء لازم نعرفه عن البحر الأحمر، بشو نبلش؟ يعني تمام الأول أنه هو واحد من أربع بحور بالعالم عنده اسم لون، يعني في الريد سي، في البلاك سي، وايت سي، ويالو سي. عظيم. أهميته أنه في تقريباً 1200 نوع سمكة، منهم 10% ما بيطلع وما بيعيشوا غير هون موجودين هون. في تقريباً 200 كمان كوريل ريفز، وهيك بتعرف قد ايه مهمين الكوريل ريفز. حتى لو تاني أكتر بحر بالعالم مالح من بعد البحر الميت، فيه 1200 نوع سمك. إيه، لأنه البحر الميت فيه 30% ملح، هون بين 3.5 إلى 4.1، سو منه كتير مالح نسبياً، سو الحياة فيها تكون موجودة. هو كونكتد مع المحيط الهندي، فيه سخن أكثر من غيره، وتاني أو تالت أهم بحر واحد لازم يكتشفه أو يخلصه. كمان بوردرز من بلدين، في 25 شو اسمه ايلاند، فيه جزيره كثير حلو، يعني بيخصوا هذا السبارادايس لهم يخصوا هون. يعني ليه اسمه ريد سي؟ اكتبه كريم وراك. لانه هون بتطلع نوع من سيانو بكتيريا، في ناس بيقولوا الك، هي سيانو بكتيريا هي اللي بتخليه يصير لونه احمر سيزن، اللي مش هيك سموه البحر الاحمر. دير بعد اذا بتعرفوا كل شيء، يعني من البحر الميت البحر الاحمر عرفتوا كل شيء ما درستوا بكتاب جغرافيا انتوا صغار. From the Dead Sea to the Red Sea. Great. اوعى يطلع عدل ويحكي تحت. يا دنيا. بس رح اهتم فيه، رح غنجه مضبوط، رح القط له ايده تما يخاف. أنا لازم أخبركن عن الإكسبرينس، لازم أخبركن عن هالإكسبرينس يلي قد ما خبرونا عنها وقد ما سمعت عنها وقد ما قالوا لي ولو أنت غطست بس أنه ما بتعرف شيء ساعة ما تغطس بالعقبة. مزبوط، غطسة العقبة مثل حيالله شيء ما بتتخيلوه، يمكن أكيد في أكثر من كتير وأنا ما شفت شيء، ونزلت 10 دقايق وأنجع على 5 متر. السمك اللي بنشوفهم بس بالفلومة، الريفس العظيمين، الألوان، نقاوة المي وصفاوة المي مع كل الموج اللي شايفينه حواليه وكل الهواء اللي شايفينه. طلعنا بمحل صرنا بمحل تاني. It is a memorable experience. مارك وي، شو السمكتين اللي عبالك تخبرنا عنهم اللي اكتشفتهم تحت؟ أول شغلة شفنا الكلون فيش يلي معروفة بنيمو. الحلو أنه كانت حد الأنيمون، هيدا من أحلى العلاقات التعاضدية بالطبيعة اللي هي السيمبيوزيس ميتويل، لأنه هول المخلوقين بيعيشوا سوا. الأنيمون عادة هي بتاكل تبعها، ما فيها ولا سمكة بتقرب عليهم إلا هن بيقدروا الكلون فيش يعيشوا بيناتها وبساعدوا بعضهم. أول شغلة الكلون فيش بنظفها وبروبابلي ما عنده اشياء بعد ما اكتشفوها، وهي بتحميه من انه يجوا بريدترز عليه، سو هيدا من الاشياء اللي كثير حلوه. واكتشفنا كمان الماسكت بافر فيش اللي هي سمكه ما في منها بالعالم غير هون. كل لحظه كل دقيقه بلشت تصير كثير ايموشنال وبلشت تخلط السفره، ما خلصت بعد لانه صار وقت الغداء. وين؟ بهذا المنظر الرائع. وين؟ باللوكجري كولكشن، من ميل البحر الرمل ومن ميل الشفية يلي جيبوا لنا السمك الصبح، محضرين لنا مش زرب لحمة بس زرب سمك مع التحضير غير شكل. صار وقت الغداء.
بدنا نتبل السمك قدامكم هلا، وبعدين بدنا نجهز الرز وننزله بالزرب. حطينا البهارات اللي هي كمون، كزبرة، كبش قرنفل، ورق غار، وبهارات صيادية. هلا رح نحط المرقوة اللي هي خلاص السمك تبع الصيادية. بالصيفية هيدا أساسا بتنعمل بالصحراء، ولازم تكون القياسات على القد وتنكبس مظبوط مظبوط تتفوت محلها. الفرنساوي بسموها لوش سوموني أو سوموني ليوبار، لأنها هيك مثل ليوبار. بالإنجليزي أسميها مهضومين، لأن سمعتهم عم بيقولوا تراوت، سو بسموها ليوبار كورل جروبر، أو بسموها كورل تراوت أو ليوبار كورل تراوت، وفي ناس بسموها بلو دوتد كورل جروبر. سو هي تقريبا أكثر سمكة محبوبة بالمنطقة، ومن سعرها منيح، طعمتها منيحة، منا اندانجرد بس شوي أوفر فيشت. Great surprise! الحمص، السمك، الصيادية، beautiful. وهيك بنكون خلصنا برمتنا الجمعة. يعني بعتقد شفنا المدينة، البحر، أكل سوبر طيب، النومة عظيمة. And here we go. ليلة بعد بعمان، نرجع لبنان. Moment of truth. Bam. عن جد؟ اكسبلوجن بتدوب بالتم، مش معقول. والسمكه سوبر طريه، اكستريم جوسي. رفعت العشرة. انا بعرف قديش بتحب الشاي، واكيد منك مجرب هيك هيك قاعده منظر السانسيت، قاعده عربيه تقليديه على البحر تتفل with the best last impression ever. اليوم بتربح بكل شيء، مش هيك عمل حسكبك. شو مفكر؟ تصور هيدا رح يكون أطيب شاي أنا شاربه بحياتي. فضل ثانك يو. الهوايات، الرمل، الأصوات، الريحة اللي عم تطلع من هون، ريحة الشاي مع بعضهم كومباين. فينا نفسره بكلمة، خيالي خيالي عن جد. سوبر دوبر أميزينج. مرفق جو يا Good morning. فيني خبركم انه التخت لدرجة مريح عبال اقعد فيه شي 3 ايام، وعينا كتير بكير لانه طيارة بيروت بعد شوي. من بعد ما كانت سفرة عظيمة وصلنا وين؟ على سينت ريجس. سينت ريجس اللي زرناه قبل بمرة، تغدينا فيه، تعشينا فيه، وكان وقت قلت انه يا حلمي شي نهار اجي اجي ننام هون. And we did it. طلع amazing experience. الديكور روعة، الأوضة عظيمة، والشفية كلهم جاية شوعي وبكير ساعة 6 تيهتموا فينا ويحضرونا الترويقة غير شكل، تكون آخر ميل بناكله، آخر وجبة قبل ما نرجع بيت. اليوم حضرنا لك سبيشال بريكفاست، وحاولنا نستعمل قد ما نقدر لوكال انجريدينتس. راح نبلش هون عندنا زعمة توت، هي عشبة من جنوب الأردن، عملنا لك فيها فلات بريد مع فيتا تشيز، بيستاشيو وبوموغرانيت سيدز. بعدين عندنا لحمة بعجين، تشيز اند زعتر، برضو فلات بريد. هون في عندنا ورق الزهرة مع بوجد ايجز وكولي فلاور رايس. بعدين عنا علت تورتين مع بيتس وسبايسي لبنت. هون في عنا يخني سلد، بريكفاست سلد مع حلومي تشيز، إيرلوم توميتوز، كلهم لوكل. بعدين في عنا قشطة بلدية، ومش بس لوكل انجريدينتس، عملنا لك بالفول ملفي. انا ام ريلي امبرست، يعني مش عم بقدر استوعب الفكره قد ايه مسلقين بحياتنا واكلين وهيك. كان يو ايماجن انه هيدي هي السيكلاما؟ يعني تتخيلوا نحن بلبنان مثلا قد ايه في سيكلاما، بنسميهم نحن عندنا كوكو او سكوكا او هيك، بس انا مش عم صدق انه حدا في يحول سيكلاما لهيك شيء. هيدي الهند بالبريه او العلت، يعني ما بعرف كيف ما بقول حدا يحولها لهيك شيء، يعني ما بعرف، يعني انا ام امبرست.
و يعني حتى هون كيف مستعملين كل شيء الورد الجوري وهيك، واكثر شيء في كلمات استعملهم شاف مثل هيرلوم، هيدي شغله كثير مهمه، معناتها عم نحافظ على الفرايتيز القديمين. يعني هيرلوم مثل ما نحن عم نقول بندوره بلديه بطلت تلاقيها بالسوق، فهيدي هيدا شغله رهيبه. اتس ترند تو بي سستينبل ايفن ان فود. الأكل بيربح جائزة يعني مش من الخبز end up من البالانس اوف فليفرز من طعمة الطبيعة upscaling تسليق عشبة الطبيعة هو اللي بنمشي عليه ونحن عم نتمشى بالحبش خالص. واو أنا وقع تروق عادي بس ماني عارف هالقد رح ننبهر. ختامها مسك وصار وقت نتجه على المطار. فينا خبركم كانت جمعة كتير كتير حلوة، السفرة بطريقة غريبة جديدة، سفرة طلعنا على اشياء تانية انا ما كنت اطلع فيهم من قبل. نيتشر من ميل يلي هي الطبيعة، biodiversity التنوع النباتي، بعدين عنا سياحة اكيد، عنا اكل، عنا اوتيلات. كانت جمعة من العمر. فيني خبركم انه ما نمنا اكتر من 5 ساعات بالليلة، اشتغلنا كتير كتير بس كنا عم نوعى كل يوم الصبح مع حماس قد ما بدكم تقول. مبين احمر هون، مبين قديش مش نايمين، بس فيني خبركم انه رح خبر ولادي عن سفرة من العمر، من احلى سفرات اللي عملهم لانه كانت متنوعة، كانت بتغذي النفس. بشكركم على محبتكم، على متابعتكم، على اندفاعكم، على حماسكم. Goodbye. See you soon, Gordon. واحد جبرم في خضار، الشمس حلوة، الرواق، صوت الطبيعة والعصافير، المعزة، الغنم، وبيودايفرسيتي ولا أروع من هيك. أنا تحت المي، شتي من فوق لتحت، أنا مكيف الإيد سيناريا إيموتيكون. I love it, I love it, I love it. السفرة كتير لذيذة وكتير غريبة وكتير جديدة، يعني بعد كل هالسنين تغير شيء. سفرة طويلة، طبعا عدوا الإجرين. It's lunch time. ربطك بهاي هلأ هيك على وجه. أنا مش طايق جديد وهني بدنا نقعد عقلين بدنا نكون منتفق، يعني حنقدر نهار مع بعض شوي شوي بس على الظهر يعني.